المحاضرة النهاردة بعنوان الفيتامينز، وهنركز على الووتر سوليبل فيتامينز. بنقول ان الفيتامينز دي عبارة عن organic compounds essential to health، بس هي كل مشكلة ان الجسم ما بيقدرش يصنع الفيتامينز دي، وعشان كده لازم يبقوا supplied in small amounts in our diet. طب احنا قلنا ان الجسم ما بيقدرش يصنع الفيتامينز ما عدا اتنين فيتامينز، اللي هو فيتامين دي، ده can be made in the skin after exposure to sunlight، والنايسين can be formed from amino acid tryptophan. هنيجي بقى للكلاسيفيكيشن اوف فيتامينز، هي بتتقسم الى water soluble vitamins و fat soluble vitamins. الفات soluble vitamins اللي هي فيتامين A و فيتامين D و فيتامين K and فيتامين E، دول بنختصرهم في كلمة اللي هي اديك او كده، ودي مش موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة عن الووتر سوليبل فيتامينز، ودول بنقسمهم لبي كومبلكس فيتامينز and نون بي كومبلكس فيتامينز. النون بي كومبلكس فيتامينز اللي هي الفيتامين سي او الاسكوربيك اسيد، والبي كومبلكس فيتامينز اللي هما السيامين اللي هو فيتامين بي 1، والرايبوفلافين اللي هو فيتامين بي 2، والنايسين فيتامين بي 3، والبيوتين والبانتوسينيك اسيد. دول بنصنفهم في جروب كده تحت البي كومبلكس فيتامينز اسمها انرجي ريليزنج. التايب الثاني اللي هو الهيماتوبايتيك، اللي هم بيدخلوا في تركيب الار بي سيز، اللي هو فيتامين بي 12 اند فوليك اسيد. في بقى الاذرز اللي هم البريدوكسين فيتامين بي 6، والمشتقات بتاعته اللي هي البريدوكسال والبريدوكسامين. بنقول بقى ان الووتر سوليبل فيتامينز دي بتشتغل as coenzymes، يبقى زي act as coenzymes for different biochemical reactions. زي ما نشوف دلوقتي المطلوب ان كل فيتامين نعرف هو بيشتغل coenzyme لانهي reactions بالظبط في الجسم. اول فيتامين هنتكلم عليه اللي هو فيتامين B1، اللي هو بنسميه سيامين. سيامين ده لوحده كده ما بيبقاش اكتف فور اكتنج از كوينزيم، ولكن هو الاكتف فورم بتاعه حاجه اسمها سيامين بايروفوسفيت. ولما اقول بايروفوسفيت يعني في مجموعتين فوسفيت، تو فوسفيت جروبس، فهي بايروفوسفيت نفس المصطلح بتاع سيامين داي فوسفيت، او بنختصره اللي هو تي بي بي، سيامين بايروفوسفيت. هو ده الاكتيف فورم. ادي لو شفنا الجزء ده الاخير ده CH2CH2OH، هنشيل ال H دي ونحط مجموعتين فوسفيت، فاسمه سيامين داي فوسفيت او بايروفوسفيت. طيب ايه الفانكشن اوف فيتامين B1؟ فيتامين B1 اللي هو الاكتيف فورم بتاعه اللي هو تي بي بي او السيامين بايروفوسفيت، act as a coenzyme for different biochemical reactions. زي ما احنا قلنا المطلوب نعرف ايه هما الرياكشنز اللي هو بيبقى كوينزايم ليه. اول حاجه three multi enzyme complexes that catalyze the oxidative decarboxylation reaction. يعني ايه oxidative decarboxylation؟ في مجموعه من الرياكشنز في الجسم بتعمل oxidation، يعني بتعمل loss of hydrogen. وقلنا oil rig الoxidation is loss and reduction is gain، وفي وبتعمل في نفس الوقت كمان decarboxylation يعني loss of CO2. مين هم دول بقى�ا؟ في عندنا البيروفيت dehydrogenase، ده كان الرياكشن اللي بيحصل قبل tricarboxylic acid cycle او Krebs cycle، علشان يجهز لنا الacetyl CoA from pyruvate. يبقى اول حاجه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، ده لازم ككو انزايم للتي بي بي. الرياكشن الثاني برضو بيبقى جوه كريبس سايكل نفسها، اللي هو الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، او هنا دي كريبس سايكل. الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز بيحول الفا كيتو جلوتاريت انتو ساكسينايل كو اي، على سهم التفاعل برضو هنلاقي التي بي بي is a coenzyme. طيب
هو برضو يبقى دول ال 3 مالتي انزيم كومبلكسز ذات كاتالايز الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. مين التالت بقى؟ التالت اللي هو البرانشد تشين الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز، ده انفولفد ان ذا ميتابوليزم اوف ذا برانشد تشين امينو اسيدز اللي هما الليوسين والايزوليوسين اند فالين. برضو فيتامين بي 1 بيأكت as coenzyme for the transketolase enzyme اللي هو بيبقى موجود في البنتوز فوسفيت باسوي اللي بيحول الريبوز 5 فوسفيت into glyceraldehyde 3 فوسفيت. طيب ايه الإفكت of cyanine deficiency؟ الحقيقة ده بيأثر على النيرفوس سيستم and heart وبيؤدي إلى ديزيز اسمه البيريبيري. البيريبيري ده ليه 2 تايبس، في دراي تايب ده بيبقى فيه بريفرال نيوروباثي بس يعني بيأثر على النيرفوس سيستم بس، الويت بيريبيري ده مور سيفير نيورولوجيكال مانيفستيشن اند هارت فيلير يعني بيؤدي الهارت فيلير ده لإديمة عشان كده بنسميه ويت بيريبيري. سيامين ديفيشنسي قلنا بتأثر في 2 انزيمز مهمين جدا للكريبس سايكل ولان طبعا سيامين بياكت اس كو انزيم للرياكشن سي، فسيامين ديفيشنسي بتاثر على البايروفيت دي هيدروجينيز واند الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز وده بيقلل الاي تي بي وبيعمل امبيرمنت اوف سيل فانكشن. تاني فيتامين هنتكلم عليه اللي هو فيتامين بي 2 اللي هو رايبوفلافين. رايبوفلافين برضو is inactive. امال ايه الاكتيف فورمز بتوعه؟ اللي هو فلافين مونونيوكليوتيد اللي هو الاف ام ان وفلافين ادينين داينيوكليوتيد اللي هو الفاد، هم دول اللي بياكت از كو انزيمز. ذا فلافين كو انزيمز ار الكترون كاريرز ان اوكسيدو ريدكشن رياكشن، يعني هم بياكت از كارير للهيدروجين او للالكترونز في التفاعلات اللي بيحصل فيها اوكسيديشن and reduction، يعني مركب يحصل يبقى يحصل له loss of hydrogen oxidation is loss oil oxidation is loss of hydrogen، فمركب يحصل له loss of hydrogen والمركب التاني ياخد الهيدروجين بتاعته فيحصل له reduction، reduction is gain of hydrogen. مين اللي ناقل للهيدروجين بين المركبين ده؟ بيبقى هو coenzyme يا اما ال FMN يا اما الفات، وده اكيد شفناها في different biochemical reaction واحنا بنذاكر. عايزين نعرف هنا ليه سميناهم FMN flavin mononucleotide و flavin adenine dinucleotide، ليه سميناهم كده؟ لازم نعرف اول تركيب يعني ايه كلمة nucleotide. كلمة nucleotide معناها ان sugar ماسك في بيز ماسك في فوسفيت. لو شجر ماسك في بيز بس يبقى ده بنسميها نيوكليوسايد، مسك في 1 فوسفيت يبقى نسميها نيوكليو اللي هي نيوكليوتايد مونوفوسفيت، لو 2 يبقى داي فوسفيت، لو 3 يبقى تراي فوسفيت. حاجه مثلا زي الاي تي بي، الاي تي بي ده اللي بيدينا الطاقه، بيبقى متركب من ايه؟ من رايبوز شجر ماسك في ادينين بيز وماسك بعد كده في 3 فوسفيت فاسمه ادينوزين تراي فوسفيت، يبقى بقى اسمها نيوكليوسايد تراي فوسفيت. النيوكليوسايد تراي فوسفيت دي او النيوكليوتايد تراي فوسفيت دي عباره عن شوجر مع بيز ماسكين في 3 فوسفيت جروب، ودول بيبقوا ماسكين بهاي انرجي بوند، والتسميه بتبقى نسبه الى البيز اللي ماسكه دي، فهنا ادينين فسميناه ادينوزين تراي فوسفيت، وده طبعا دي هاي انرجي بطاريته مليانه قوي اهي. فده لما بيبدا نكسر واحده من البوند الهاي انرجي بوندز دول بيطلع انرجي، يبقى كده احنا فقدنا مجموعه فوسفيت وبقى اسمه ادينوزين داي فوسفيت، يعني الادينوزين نيوكليوسايد ادينين مع ريبوز ماسكه باتنين فوسفيت بس، ودي البطاريه بتاعتها قلت شويه لان هي فقدت واحده من الهاي انرجي بوندز. نفس الكلام هنا الفلافين مونو نيوكليوتايد دي معناها دي نيوكليوتايد واحد مونو، دي عباره عن ايه؟ الكحول اوف ريبوز اللي هو الريبيتول ده موازي للشوجر ماسك في بيز اللي هي الفلافين،
وبياخد بعد كده، دي كده لغايه دلوقتي يعني جلوسايد. هتاخد بقى واحده فوسفيت من الاي تي بي، والاي تي بي هيتحول لاي دي بي، يعني هياخد الفوسفيت اللي طلعت دي ويحطها عليه هنا على المركب ده على النيوكليوسايد دي، ويبقى اسمه فليفين مونونيوكليوتايد، يعني النيوكليوتايد اللي البيز بتاعتها فليفين، فبقت هنا دلوقتي ريبيتور مع فليفين بيز وواحده فوسفيت، فدي اسمها نيوكليوتايد على بعضها كده، شوجر مع بيز مع فوسفيت، يبقى اسمها نيوكليوتايد، يبقى اسمه فليفين مونونيوكليوتايد. طيب التاني بقى اللي هو الفليفين ادينين داي نيوكليوتايد، يعني ايه؟ يعني دي داي نيوكليوتايد، يعني اتنين نيوكليوتايد البيزس بتاعتها فليفين وادينين. جت ازاي؟ نفس المركب ده اللي هو الاف ام ان، هنبدا نشيل، مش هنشيل بقى فوسفيت، لا هنشيل الاثنين فوسفيت ونبقي دول اللي هما الادينين والريبوز والفوسفيت، يبقى اي ام بي، هناخد منها ادينوزين مش داي فوسفيت بقى، هناخد ادينوزين مونوفوسفيت، يعني ريبوز مع ادينين ماسك في فوسفيت، فهناخد الاي ام بي ده نحطها على الاف ام ان، فهيبقى اسمه ايه دلوقتي بقى؟ ريبيتول مع فليفين بيز مع فوسفيت، ادي اول نيوكليوتايد اللي هي الاف ام ان الاولاني. الحاجه الثانيه الاي ام بي، لان دي برده الام بي ده لوحده ادينين مع الريبوز ومعاها واحده فوسفيت، يبقى دي النيوكليوتايد الثانيه، ادي واحده وادي الثانيه، يبقى اسمه فليفين ادينين داي نيوكليوتايد، يعني الداي نيوكليوتايد اللي هي البيزس بتاعتها ايه؟ في اتنين نيوكليوتايد، واحده البيز بتاعتها الفليفين، واحده البيز بتاعتها ايه؟ الادينين. يبقى ده سبب تسميه الايه؟ الاف ام ان اند فات. هنيجي بقى للريبوفليفين ديفيشنسي. الريبوفليفين ديفيشنسي بيبقى كاركترايزد باي ليجنز اوف ذا ليبس ماوس اند سكين، وده بنسميه الكيلوزس اند انجلر ستوماتيتس. وفي حاجه نوع من الدرماتيتس اسمه سيبوريك درماتيتس، وبيحصل فيه vascularization of the cornea. نيجي بقى الفيتامين بي 6 اللي هو البيريدوكسين. فيتامين بي 6 is a collective term of بيريدوكسين, بيريدوكسال and بيريدوكسامين، كلهم derivatives من البيريدين رينج. ادي دي البيريدين رينج، وكلهم بيختلفوا بس في nature of the functional groups attached to the ring. بيريدوكسين occur primarily in the plants, whereas البيريدوكسال and بيريدوكسامين are found in foods obtained from animals. هما كلهم بيبقوا precursors للactive form بتاعه اللي هو البيريدوكسال فوسفيت. يبقى ايه هو الactive form؟ البيريدوكسال فوسفيت او بنسميه BLP. The biological active form is pyridoxal phosphate زي ما احنا قلنا، وده functions as a coenzyme for a large number of enzymes particularly those that catalyze the reactions involving amino acids. زي ايه بقى؟ في transamination reaction اللي كان بيعمل shift للأمينو جروب بين أمينو acid زي glutamate مثلا ده example، والكيتو اسيد اللي هي الاوكسالو اسيتيت، فكان بيعمل شيفت للامينو جروب دي، بيحصل ترانس امينيشن، بتتنقل من امينو اسيد لكيتو اسيد علشان يكون امينو اسيد تاني اللي هو زي الاسبرتيت مع كيتو اسيد تاني اللي هو الالفا كيتو جلوتاميت. النوع التاني من الرياكشنز اللي بي ال بي بيبقى كو انزيم ليها اللي هي دي امينيشن رياكشن، اللي زي مثلا تحويل السيرين لبايروفيت، شلنا منه مجموعه الامينو جروب. النوع الثالث اللي هو الديكربوكسيليشن رياكشن اللي كان بيحول الهيستيدين امينو اسيد لهيستامين عن طريق ان احنا نشيل منه سي او 2. في تايب ثاني اللي هو الكوندنسيشن رياكشن اللي بيعمل كوندنسيشن للجلايسين مع الساكسينيل كو اي عشان يكون الامينو ليفيلانيك اسيد، دي كانت اول خطوه في الهيم سينثيسيس. طيب ايه الايفكت اوف فيتامين بي 6 ديفيشنسي؟ ده بيعمل convulsions، بيعمل peripheral neuritis، بيعمل sideroblastic anemia، نوع من الانيميا اسمه sideroblastic anemia نتيجة defect في ال ALA synthase اللي احنا لسه قايلين condensation reaction بيكون الأمين البيلانيك أسيد، وديت أول خطوة في الهيم synthase، وبالتالي الهيم بتاع الهيموجلوبين مش هيتكون فبيعمل anemia.
الفيتامين اللي بعد كده اللي هو فيتامين B12، ده فيتامين من الفيتامينز المهمة جدا، من البي كومبلكس فيتامينز. ده اللي كنا بنسميه واحد من الهيماتوبويتيك بي كومبلكس فيتامينز، بيدخل في تركيب الريد بلاد سيلز. الاسم الثاني اللي هو السيانوكوبولامينز. It is found in foods of animal origin, so strict vegetarians are at risk of developing B12 deficiency. Absorption of vitamin B12 need the intrinsic factor، يعني مش هناخده بالتفصيل هنا، بس هو علشان يحصل له absorption كويس هو بيمتص في الإليم، وبالتالي إن هو بيعتمد إن البرايتال سيلز بتطلع الانترنسك فاكتورز، البرايتال سيل بتاعت الاستومك طلع الانترنسك فاكتور ده، يفضل ماسك الفيتامين B12 وماشي بيه على مدى جي اي تي ويحميه من ان هو يحصل له ديستراكشن، لغايه لما يوصل للسيلز اوف اليوم، يدخل بعد كده في الميوكوزال سيلز اوف اليوم ويحصل له الابزوربشن. Unlike most of water soluble vitamins it is stored in liver، يعني في نسبه من الاستورج للفيتامين ده غير الفيتامينز الووتر سولبل فيتامينز الثانيه، وبالتالي الديفيشنسي بتاعته يعني مش كومون قوي لان بيبقى عندنا ليه ستورز. طيب ايه الامبورتنس اوف فيتامين بي 12؟ فيتامين بي 12 از ريكوايرد فور تو اسينشال انزيماتيك رياكشنز. اول واحد اللي هو الميثيونين سينثيسيس، الحاجة الثانية الايزوميريزيشن اوف ذا ميثايل مالونايل كو اي انتو ساكسينايل كو اي. نخلص اول الرياكشن ده، الميثايل مالونايل كو اي ده اصلا بيجي منين؟ بيجي من الديجراديشن اوف سام امينو اسيدز اند ديجراديشن اوف فاتي اسيد اوف اود نمبر كاربونز. الميثايل مالونايل كو اي ده المفروض انه ما يبقاش يتراكم في الجسم، لازم يتحول الى ساكسينايل كو اي. ده بيتم بإنزيم اسمه ميثايل مالونايل كو اي ميوتيز، وده الفيتامين بي 12 بيبقى كو انزيم للرياكشن ده. لو حصل ان الفيتامين بي 12 مش موجود او فيه ديفيشنسي، هيحصل accumulation of abnormal fatty acids، ودي بتبقى هيحصل لها incorporation في السيل membranes including the nervous system، يعني هيبدأ يحصل incorporation للميثايل مالونايل كو اي وabnormal fatty acids في السيل membrane، وده بيؤدي الى النيورولوجيكال مانيفيستاشن. طيب ايه الرياكشن الثاني؟ الرياكشن الثاني اللي هو الميثيونين سينثيسيس من الهوموسيستين، ان يحصل ريميثايليشن للهوموسيستين تو ميثيونين. الهوموسيستين ده بيتحول للميثيونين بحاجه اسمها الميثيونين سينثيسيس، وفي الموضوع ده بيحصل ان بنضيف ميثايل جروب على الهوموسيستين فبيتحول الى الميثايونين. عايزين نفهم بس ايه حته الريميثايليشن اللي حصلت للهوموسيستين. في امينو اسيد اسمه سيستين، ده اخره كده بيبقى اللي هي الار جروب بتاعته فيها سايول جروب اس اتش. الهوموسيستين، كلمه هوموسيستين معناها هومو ديت معناها ان انا بزود سي اتش 2، يعني ده لو شفنا كده نفس التركيب بتاع السيستين بس زياده عليه سي اتش 2 زياده. طيب ايه الفرق بقى من الميثايل؟ احنا نقول هيحصل ريميثايليشن للهوموسيستين عشان يدي ميثايونين. كل الفكره ان الهوموسيستين ده نفس تركيب الميثايونين بس اتشالت الاتش دي واتحطت هنا سي اتش 3، يعني اتحطت ميثايل جروب، وبالتالي كده الرياكشن ده بيحصل ريميثايليشن اوف ذا هوموسيستين انتو ميثايونين. وده بيتم برضو لازم بي 12 as a co-enzyme. طيب ايه الافكت اوف فيتامين بي 12 deficiency؟ بي 12 deficiency اللي ناتج نتيجة lack of the intrinsic factor بنسميها pernicious anemia، لان ده بيحصل فيها inadequate absorption of the vitamin بي 12. The vitamin B12 deficiency causes a form of anemia called megaloblastic anemia. نوع الأنيميا بقى اللي لما نيجي نشوفها كده في البلاد فيلم هنلاقي الـ RBCs أكبر من الطبيعي، يعني بنسميها megaloblastic anemia. الفيتامين التاني اللي هو الفوليت أو الفوليك أسيد، ده الأكتيف فورم بتاعه هو التترا هيدروفوليت، يعني فوليك أسيد مضاف إليه 4 هيدروجين.
folate is needed for pyrimidine and purine synthesis of serine من الجلايسين والرياكشن اللي كنا قلناه في فيتامين بي 12 يعني هما الاثنين مشترك ليهم الرياكشن لان هما مهمين ككو انزيم لي اللي هو الميثيونين synthesis from the homocysteine. الفوليك اسيد زي ما هنقول الميتابوليزم بتاعه ازاي لو عملنا انهبيشن للفوليك ميتابوليزم ده بيستخدم في الدروجز بتاعه الكانسر والانتي بكتيريال اند انتي مالاريال دروجز. لو الفوليك اسيد سبلمنتيشن ده بيقلل النيورال تيوب ديفكت يعني لما بنديه في البريجننت وومن بيقلل وحدوث نيورال تيوب ديفكت في الفيتوس. الحاجة التانية الفوليك أسيد سبليمنتس بتقلل الريسك بتاعت الهايبر هوموسيستينيميا لأن احنا قلنا مهم لأن قلنا ان هو مهم لإيه تكوين الميثيونين من الهوموسيستين يعني بيحول الهوموسيستين بالميثيليشن للهوموسيستين انتو ميثيونين وبالتالي لو هو مش موجود الهوموسيستين ده مش هيتحول لميثيونين وهيزيد في الدم هيعمل هايبر هوموسيستينيميا. هنيجي دلوقتي بقى زي ما قلنا الاكتف فورم اوف فوليك اسيد از تترا هيدروفوليت يعني فوليك اسيد مضاف ليه فور هيدروجين. المفروض ان اضافه الهيدروجين دي بتتم على مرحلتين. هو اضافه هيدروجين معناها ايه؟ ريدكشن از جين. احنا قلنا اوكسيديشن از لوس اند ريدكشن از جين يبقى اويل ريج اوكسيديشن از لوس اند ريدكشن اوف از جين اوف هيدروجين. فهنا هيجي الناد بي اتش بلس اتش هيدي الاثنين هيدروجين للفوليت وبيبدا الانزيم ده اسمه بما انه هيعمل ريدكشن يبقى اسمه داي هيدروفوليت ريدكتيز بيعمل ريدكشن للفوليت هيبدا يضاف اول اثنين هيدروجين فهيكون لي داي هيدروفوليت. بعد كده يضاف اثنين هيدروجين تانيين من ناد بي اتش بلس اتش تاني هيبدا يحول الداي هيدروفوليت لتترا هيدروفوليت يبقى هنا بنضيف الفور هيدروجين على مرحلتين نضيف اثنين وبعدين نضيف اثنين تانيين. الانزيم هو اللي هو الداي هيدروفوليت ريدكتيز في المرحلتين يبقى الداي هيدروفوليت ريدكتيز هيحول الفوليت الى داي هيدروفوليت وبعد كده يحول الداي هيدروفوليت انتو تترا هيدروفوليت ادي هو اضاف له الايه الفور هيدروجينز. زي ما احنا قلنا الانهبيتورز اوف فوليت ميتابوليزم بروفايد كانسر كيموثيرابي وانتي بكتيريال اند انتي مالاريال دروجز. يعني دلوقتي احنا قلنا ان المفروض الفوليك اسيد بيتحول لتترا هيدرو فوليك اسيد او تترا هيدرو فوليت باي داي هيدرو فوليت ريدكتيز. فلو احنا عملنا انهبيشن للداي هيدرو فوليت ريدكتيز فهيبدا الفوليك اسيد ما يبقاش في الاكتف فورم بتاعه والاكتف فورم احنا قلنا بيدخل في تركيب البيورين والبايرميدين وبرده في سينسز اوف امينو اسيدز فده مهم جدا للايه للديفيجن بتاع السيلز. فلو احنا وقفنا الداي هيدروفوليت ريدكتيز بحاجه زي الميثوتريكسات الميثوتريكسات ده انتي كانسر فبيبدا ان هو يبدا ان هو يوقف الديفيجن بتاع السيل وبالتالي الكانسر سيلز ما يحصلهاش ديفيجن وكده بنستخدمه as كانسر كيموثيرابي. في حاجه تانية بتعمل انهبيشن للداي هيدروفوليت ريدكتيز اللي هي زي حاجه زي السلفونامايدز ودي بتشتغل بس في المايكرو اورجانيزمز. بتعمل ايه بقى؟ هتمنع برضو تكوين الفوليك اسيد وبالتالي هتعمل ديكريز للسنسز اوف نيوكليوتيدز نيديد فور ذا ريبليكيشن اوف دي ان اي اوف مايكرو اورجانيزمز. تترا هيدروفيليت اكت از كو انزايم باي اكتنج از ا كارير اوف وان كربون يونتس. ايه هما الوان كربون يونتس اللي بنتكلم عليها؟ اللي هي الحاجات اللي فيها وان مجموعات او جروبس فيها وان كربون زي ايه؟ زي الميثايلين اللي هي CH2
الميثايل CH3، الميثينايل اللي هي CH، الفورمايل اللي هي CHO، او الفورم امينو اللي هي CHNH. عشان نحفظ دول هي سهلة، هنبدأ اول بالميثايلين اللي هي CH2. الميثايلين دي لو عملنا لها reduction، reduction is gain of hydrogen، فهنبدأ لو عملنا لها reduction زودنا لها hydrogen هتبقى اسمها ميثايل، بقت CH3. طيب هي يا الميثايلين اللي هي CH2 لو عملنا لها oxidation، oxidation حاجة من الاتنين، يا اما loss of hydrogen او اضافة oxygen. فهنا لو loss of hydrogen هتبقى ايه؟ CH2 هتبقى CH، فهبقى اسمها ميثينايل جروب. طب الميثينايل جروب اللي وصلنا لها دي لو حطينا لها اكسجين عملنا لها اوكسيديشن هبقى اسمها CHO او الفورمايل جروب. طيب الفورمايل دي لو شلنا الاكسجين دي وبدأنا نحط مجموعة امينو جروب اللي هي NH، مش امين مش امينو جروب، الامينو NH2، NH2 انما الامينو NH. فلو اضفنا هنا اللي شلنا الاو وحطينا مجموعة امينو اللي هي ال NH فبقى اسمها CHNH، بقى اسمها مجموعة فورم امينو. يبقى هما دول ال A الوان كاربون يونتس اللي هي الميثايلين، ميثايل، ميثينايل، فورمايل او الفورم امينو. كل وظيفة التترو هيدروفوليت هو المفروض ماسك فور هيدروجين، فلو شلنا هيدروجين منهم و خليناه يشيل واحدة من الوان كاربون يونتس ينقلها بقى من مركب إلى مركب آخر في التفاعل. يبقى هو بيشتغل as co-enzyme إن هو بيسيب واحدة أو أكتر من الهيدروجين بتاعته وبيبدأ يشيل المجموعات اللي هي الوان كاربون يونتس دي ينقلها من مركب إلى مركب آخر. يبقى احنا هنا قلنا ان التترو هيدروفوليك اسيد هيشتغل as co-enzyme في different biochemical reactions عن طريق ان هو بيشيل الوان كاربون يونت. في عندنا مثلا ممكن يشيل الميثايل جروب على ال N5، ادي هنا دي ال N5 اهي في الرينج بتاعته في التركيب الاستراكشر بتاعته، فادي ال N5 هيتشال منها الهيدروجين هنا يروح سايبها وشايل مكانها الميثايل جروب. الكلام ده بيحصل في حالات الميثايونين سينثيسز فروم هوموسيستين. طيب الحاجة التانية ممكن يشيل الميثايلين جروب، هيشيلها على ال N5 و N10، ادي ال N5 وادي ال N10 هيشيل الميثايلين جروب، وده بيحصل في البيرميدين سينثيسز وسينثيسز اوف سيرين فروم جلايسين. ممكن يشيل الفورمايل جروب، بيفقد الهيدروجين من N10 اللي هي دي اهي، ويبدا يشيل الفورمايل جروب وبيعمل فورمايل تترو هيدروفوليت. ممكن يبقى بقى ال N5 دي تشيل الفورم امينو جروب اللي هي الكربو او فورم امينو كربون يونت على تشيلها على ال N5، هتفقد ال H هنا وتشيل الفورم امينو، وده بيعمل N5 فورم امينو تترا هيدروفوليت. ده اكزامبل اهو متوضح هنا في تحويل السيرين لجلايسين. قلنا التترا هيدروفوليت ساعتها هيشيل الميثايلين جروب على N5 وعلى N10، هيبدأ هيفقد الهيدروجين من N5 ومن N10، وبيبدأ هنا يتحول السيرين إلى جلايسين. طيب هنا في تركيب السيرين أي أمينو أسيد بيتكون من ألفا كربون ماسكة في هيدروجين وماسكة في أمينو جروب وماسكة في COOH، والR جروب بتاعتها هتبقى CH2OH، يبقى دي الR جروب بتاعت السيرين. بالنسبة للجلايسين في مجموعة كربوكسيل جروب اللي هي COOH، وادي ال NH2، وادي الR جروب بتاعته عبارة عن H. فإحنا عايزين دلوقتي نحول الR جروب بتاعت السيرين into الR جروب بتاعت الجلايسين. طيب الR جروب بتاعت السيرين CH2OH، والR جروب بتاعت الجلايسين هي عبارة عن H تانية. فاحنا كده عايزين نشيل CH2
اول السي اتش 2 ديت هي اللي تتشال على التترا هيدروفوليت وبيبقى اسمه ميثايلين تترا هيدروفوليت. ادي سي اتش 2 شلناه، فاضل لنا مين؟ فاضل لنا الاو اتش. الاو اتش دي الاتش دي هتروح على السي اتش، يبقى هو كده دي الار جروب بتاعت الجلايسين. فاضل لنا مين؟ فاضل لنا الاو. الاو دي هنطلعها في صوره ميه. طيب الاثنين هيدروجين بتوع الميه هنجيبهم منين؟ هنجيبهم بقى من الاثنين اتش اللي طلعوا من التترا هيدروفوليت علشان يشيلوا الميثايلين جروب. يبقى ادي 2 اتش بتوع التترا هيدروفوليك اسيد من ال5 من ان 5 وان 10، هناخد الاتش دي والاتش دي مع الاو دي طلعت اتش 2 او، والسي اتش 2 اتحملت على ايه؟ على التترا هيدروفوليت مكان الاثنين هيدروجين اللي اتشال، فبقى اسمه ميثايلين تترا هيدروفوليت. والاتش اللي فاضله ديت اللي هي ايه؟ اللي هي بقت سي اتش 2 بتاعت الجلايسين. كده هو حول هتحول السيرين الى جلايسين بكو انزيم، بكو انزيم اللي هو الايه؟ التترا هيدروفوليت ده هو اللي بيشتغل ان هو يشيل ال 1 كربون يونت اللي هي سي اتش 2. بنراجع تاني بنقول ان الفوليت از نيدد فور فور رياكشنز اللي هي البايرميدين سينسز، البيورين سينسز، السينسز اوف سيرين فروم جلايسين، والميثايونين سينسز فروم هوموسيستين. اللي يهمني دلوقتي الرياكشن اللي هو الميثايونين سينسز فروم هوموسيستين، لان ده اللي كان بيشترك فيه الفيتامين بي 12 مع الفوليك اسيد. هنيجي بقى للرياكشن اللي كنا اتكلمنا عليه، قلنا الفوليك اسيد بيدخل في الرياكشن بتاع السينسز اوف ميثايونين فروم هوموسيستين، وكنا اتكلمنا عن الرياكشن ده ان فيتامين بي 12 برضو بيشتغل از كو انزايم للرياكشن ده. تعالوا نفتكر كده الرياكشن ده كان بيحصل في ان الهوموسيستين بيتحول لميثايونين بانزيم اسمه الميثايونين سينسيز او الهوموسيستين ميثايل ترانسفيز. الميثايل كوبالامين اللي هو فيتامين يعني فورم من فيتامين بي 12 is essential for the conversion of homocysteine to methionine and formation of تترا هيدروفوليت from ميثايل تترا هيدروفوليت. إذن الرياكشن ده بيشترك فيه اتنين كو انزيمز اللي هو الميثايل كوبولامين والتترا هيدروفوليت. فعايزين بس نتكلم بالتفصيل الرياكشن ده ازاي بيتم. كل اللي بيحصل في الرياكشن ده ان احنا عايزين نسيب الفوليت في الاكتف فورم بتاعه اللي هو التترا هيدروفوليت. يعني هو ايه هو الاكتف فورم او فوليك اسيد؟ هو التترا هيدروفوليت. فاحنا مش عايزينه في صوره ميثايل تترا هيدروفوليت، احنا عايزينه في صوره تترا هيدروفوليت، لان هو دلوقتي هو شايل ميثايل جروب. مش عايزينه كده، احنا عايزينه شايل الاربعه هيدروجين بتوعه علشان يبدا يسيب منهم ويمسك اي 1 كربون يونت تانيه في ال different biochemical reactions. يبقى دي اول حاجه عايزينها في الرياكشن ده، ان احنا نحرر الفوليت من الميثايل فورم ونحوله للاكتيف فورم بتاعه. طيب ايه هي الحاجه التانيه اللي احنا عايزينها؟ الحاجه التانيه اللي عايزينها ان احنا نحول الهوموسيستين ده لميثايونين. طب ليه الكلام ده؟ لان الهوموسيستين التراكم بتاعه في الجسم ده حاجه مش كويسه، وفي نفس الوقت الميثايونين ده اسينشال امينو اسيد مهم جدا للجسم. يبقى احنا عايزين نتخلص من الهوموسيستين ونكون الميثايونين في حاله زياده ايه الهوموسيستين. طيب اذا هنا في منفعه متبادله بين اتنين، بين الفوليك اسيد وبين الهوموسيستين. ليه؟ لان الفوليك اسيد دلوقتي عايز يسيب الميثايل جروب بتاعته والهوموسيستين عايز ياخد الميثايل جروب علشان يبقى ميثايونين. يبقى واحد عايز يسيب الميثايل جروب اللي هو التترا هيدروفوليت، والتاني عايز ياخد الميثايل جروب اللي هي اللي هو مين؟ الهوموسيستين. طيب هل الميثايل تترا هيدروفوليت بيدي الهوموسيستين
بيديله الميثايل جروب دي دايركت كده؟ لا، في بينهم وسيط هو اللي بيبدا ياخد الميثايل جروب من الفوليك اسيد ويديها للهوموسيستين. مين هو الوسيط ده؟ هو فيتامين بي 12 او الكوبالامين. فبيبدا الفيتامين بي 12 او الكوبالامين يبدا ياخد الميثايل جروب من الميثايل تترا هيدروفوليت ويتحول ايه الى ميثايل كوبالامين او ميثايل بي 12. بالشكل ده هو خلاص اخد الميثايل جروب من الميثايل تترا هيدروفوليت فرجع هو تاني تترا هيدروفوليت وبقى في الاكتيف فورم. يبقى ده اول ايم للتفاعل بتاعنا ده. طيب الميثايل كوبالامين بقى هيعمل ايه؟ المفروض ياخد الميثايل جروب دي هو هينقلها لمين؟ للهوموسيستين، ويبدا هو يتحول الى بي 12 تاني او كوبالامين تاني من غير الميثايل جروب، والهوموسيستين ياخد الميثايل جروب دي ويبقى ميثايونين. وده هو الايم التاني للتفاعل، ان هو يتخلص من الاكسس هوموسيستين ويحوله الى ميثايونين. يبقى الرياكشن ده رياكشن مهم جدا. ليه؟ لانه بيحتاج اتنين كو انزيمز اللي هو الفوليك اسيد والبي 12، يعني ده موجود في الاتنين فيتامينز دول، وده مهم جدا علشان يحرر الفوليت من الميثايل فورم، يحرره من الميثايل فورم بتاعه ويكون الاكتيف فورم، ومهم جدا علشان يمنع تراكم الهوموسيستين عن طريق ان هو بيتحول الى ميثايون. طيب ايه اللي بيحصل بقى لو في deficiency of vitamin B12 and folic acid؟ vitamin B12 deficiency block the metabolism of folic acid فبيعمل folate deficiency. ليه؟ لان هو دلوقتي حتى لو الفوليك اسيد موجود في صورة ميثايل تتراهيدروفوليت هو كده inactive، يعني كأنه مش موجود، فلازم الB12 ده يبقى موجود، وإلا ال فوليك اسيد هيفضل في الميثايل فورم بتاعه. فاذا البي 12 ديفيشنسي هيمنع التكوين الاكتيف فورم بتاعه الفوليك اسيد، يعني اكن في فوليت ديفيشنسي. ده طبعا هيعمل مشكله لان الفوليك اسيد قلنا بيدخل في تصنيع البيورين والبيرميدينز، فبالتالي الاريثروبويسز اللي هو تكوين الاريثروبلاست او اللي هو الار بي سيز مش هيبقى كويس، وبالتالي ده هيعمل causing immature precursors of erythrocytes to be released into the circulation. فال RBCs هتبقى أكبر من الطبيعي، فهيعمل megaloblast وهيعمل megaloblastic anemia. يبقى ال primary result of folic acid deficiency is megaloblastic anemia. يعني ممكن ال megaloblastic anemia يا إما بتحصل نتيجة ال deficiency of بي 12 وبالتالي الفوليك اسيد مش هيبقى في الاكتيف فورم بتاعه، يا اما اصلا الفوليك اسيد هيبقى ديفيشنت وبالتالي ده برايمري ديفكت في الفوليك اسيد، يعني في برايمري فوليك اسيد ديفيشنسي. ده سواء بقى ناتج نتيجه ان هو ما بيبقاش في الاكتيف فورم عشان البي 12 ديفيشنسي، او نتيجه ان الفوليك اسيد اساسا ديفيشنت، ده هيعمل diminished synthesis of the purines and pyrimidines. فده هيعمل inability of the cells including red cells او red cell precursors to make the DNA. فعشان كده السيلز مش هتعمل division. إذن في deficiency of vitamin B12 and folate السيلز especially affected اللي هما rapidly dividing cells، السيلز اللي بتحتاج تعمل division على طول، which needs a tetrahydrofolate for the synthesis of nucleotides اللي هي البيورينز والبيرميدينز، دول عشان دول required for DNA replication. مين هما rapidly dividing cells؟ اللي هو erythropoietic tissue of the bone marrow اللي هيطلع red cells، والميوكوزال cells of the intestine. طيب ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل inadequate serum levels of folate؟ أول حاجة increase the demand for example pregnancy and lactation، يعني احتياج زيادة للفوليك أسيد. الحاجة التانية poor absorption caused by pathology of the small intestine، ما بيمتصش كويس. treatment with drugs that are dihydrofolate reductase inhibitors اللي هي الأدوية اللي بتعمل inhibition لل dihydrofolate reductase فبتمنع تكوين الأكتيف فورم زي الميثوتريكسات. في folate
free diet can cause a deficiency within a few weeks. الفيتامين اللي بعد كده اللي هو النايسين اللي هو فيتامين بي 3 ده كان بي سينثيسايزد ان ذا بودي. يعني احنا قلنا الفيتامينز كلها ما بتتصنعش في الجسم ما عدا اتنين اللي هو النايسين اللي ممكن نصنعه من الامينو اسيد تريبتوفان والفيتامين دي اللي هو بيتصنع في السكن باي اكسبوجر تو سان لايت. ده عباره عن تو كومباوندز اللي هو نيكوتينيك اسيد اند نيكوتينامايد. امال مين اللي هو بيدخل بقى از كو انزايم في البايوكيميكال رياكشنز؟ اللي هو النيكوتينامايد ادينين داي نيوكليوتايد اللي هو النات اند اتس فوسفيت فورم اللي هو النات بي. دول اكت از الكترون كاريرز زي الاف ام ان والفاد اللي قلناهم قبل كده. دول برضو بيشيلوا هيدروجين او الكترونز في الاكسيديشن ريدكشن رياكشنز زي ما شرحنا قبل كده. طيب النايسين ديفيشنسي بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ديزيز مشهور اللي هو البيلاجرا. ده انفولفز 3 ديز اند نيورولوجيكال تشينجز. ايه ال 3 دي؟ يعني اختصار ديرماتيتس دايريا وديمنشيا ومعاه نيورولوجيكال تشينجز. الفيتامين اللي بعد كده اللي هو البيوتين او فيتامين اتش ده بيبقى كو انزايم لديفرنت كاربوكسيليشن رياكشن. يعني بنضيف CO2 ترانسفير اوف CO2 ده زي اللي بيتعملوا بالانزيمز اللي هي الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز او البايروفيت كاربوكسيليز او البروبيونايل كو اي كاربوكسيليز. يعني اي حاجه بتعمل كاربوكسيليشن يعني بتضيف CO2 البيوتين ده لازم يبقى كو انزيم. هنيجي بعد كده للاسكوربيك اسيد اللي هو الفيتامين سي. The active form of vitamin C is ascorbic acid. The main function of ascorbate is as a reducing agent, يعني give 2H, يعني hydrogen donor, in several different reactions, يعني a coenzyme in hydroxylation reaction. يعني هو بيبقى هو اللي بيدي hydrogen في الhydroxylation reaction. يعني لو في مركب A, الاسكوربيك اسيد ده هو اللي بيديله الهيدروجين فبيبقى اسمه مثلا AH2 وده بيتحول الاسكوربيك اسيد الى دي هيدرو اسكوربيت. هنشوف دلوقتي اكزامبلز عندنا. يبقى ايه الفانكشنز اوف فيتامين سي؟ هو اول حاجه مثلا قلنا في الهيدروكسيليشن رياكشن زي الرياكشنز اللي بتحصل فين؟ في الهيدروكسيليشن اوف ذا برولايل اند لايزايل ريزيديوز of the collagen في اثناء تصنيع الكولاجين. عشان كده فيتامين سي is required for the maintenance of normal connective tissue لان هو مهم جدا لتصنيع الكولاجين لان بيحصل hydroxylation reaction اثناء تصنيع الكولاجين هو اللي بيدي الهيدروجين يعني هو الهيدروجين دونر في الرياكشن دي. فعشان كده هو مهم للنورمال connective tissue and important for the wound healing. ايه اكزامبل تاني للهيدروكسيليشن رياكشن؟ الهيدروكسيليشن اللي بيحصل في البايل اسيد سينس. الكوليسترول المفروض بيتحول ل 7 هيدروكسي كوليسترول وبعد كده بيدي البايل اسيد. فعلشان يحصل هيدروكسيليشن للكوليسترول فده بيحتاج الفيتامين سي. الحاجه الثالثه it is an antioxidant. It prevents oxidation of the water soluble compounds against H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد and other oxidant free radicals. فبيمنع ان يحصل اوكسيديشن للكربوهيدرات والبروتين في الووتر سوليبل كومباوند. يعني دول هم الووتر سوليبل كومباوندز اوف ذا سيل. فيبقى هو انتي اوكسيدنت يعني عشان هو بيعمل ريدكشن يعني بيبقى دونر للهيدروجين فبيعمل ريدكشن للكومباوندز دي. احنا اتفقنا ريدكشن از جين اوف هيدروجين. الاكزامبل الثاني للهيدروكسيليشن هو الهيدروكسيليشن اللي بيحصل during الكاتيكولامين سينثيسيس.
في الخطوة الثالثة في الكاتيكولامين سينسز الدوبامين المفروض بيتحول لنور أدرينالين عن طريق الدوبامين هيدروكسيليز، والهيدروكسيليشن رياكشن ده بياخد الهيدروجين منين؟ بياخد من الأسكوربيك أسيد اللي بيتحول بعد كده هو لدي هيدرو أسكوربيت، يعني الأسكوربيك أسيد اللي متشال منه 2 هيدروجين بتوعه. فيتامين سي برضو important for the facilitation of the absorption of the dietary iron from the intestine. For iron to pass through membranes it should be in the ferrous state. يعني عشان الايرون يعدي لأي membrane ويحصل له absorption فلازم يبقى في صورة الferrous state اللي هي Fe2. فعلشان كده يعني لازم يحصل لو هو في الferrous state لازم ان هو يتحول يحصل له ريدكشن للفيروس ستيت. مين اللي هيعمل له ريدكشن ده؟ هو الريديوسنج سبستانس ان دايت اللي هي الاسكوربيك اسيد، ده هيحول الفيروك انتو فيروس. عشان ده الكلام ده ليه؟ لان اغلب الاكل اللي بناكله الايرون اللي بناكله في الاكل بيبقى في الفيروك ستيت. طيب مين اللي هيحوله بقى من فيروك لفيروس؟ هو وجود الاسكوربيك اسيد اللي هو خليه في الصورة اللي ينفع يحصل له absorption فيها. الحاجة التانية اللي بيعملها الفيتامين سي اللي هو الاكتيفيشن of folic acid، يعني بيحوله الى تترا هيدروفوليك acid. طيب ايه اللي هيحصل بقى لو حصل deficiency of vitamin C؟ ده هيحصل disease مشهور اسمه السكيرفي، وده السيمتومز بتاعته مرتبطه بان المفروض الفيتامين سي مهم للهيدروكسيليشن رياكشن اللي بتحصل ديورنج الكولاجين سينسس، وبالتالي الكونكتيف تيشو مش هيبقى هيلسي وهيبقى ديفكتيف كونكتيف تيشو، فهيؤدي الى السيمتومز بتاعه السكيرفي. اول حاجه في كلينيكال بيكتشر اللي هي الويك ميوكس ميمبرينز دول نيد كولاجين، وبالتالي الويك ميوكوس ميمبرينز ده هتؤدي الى سور اند سبونجي جامز ولوس تيس، اللثه نفسها بتبقى عامله زي الاسفنج كده وبيبقى فيها تقرحات، وبيبقى فيه لوس تيس الاسنان نفسها ما بتبقاش ثابته كويس في مكانها. الحاجه الثانيه هتحصل فراجايل بلاد فيزلز، لان البيزمنت ميمبرين بتاع البلاد فيزل از ميد اوف كولاجين، وده بيؤدي الى subcutaneous hemorrhage، يعني نلاقي تحت الجلد كده في نزيف لان البلاد فيزلز ممكن يحصل لها رابشر. والحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل يحصل بليدنج في الجوينتس، وده هيعمل swollen joints. ثالث حاجه هيحصل انيميا نتيجه الديفكت ان ايرون ابزوربشن اند فوليك اسيد اكتيفيشن. احنا قلنا هو مهم للاكتيفيشن اوف فوليك اسيد لان هو هيدروجين دونر فبيخليه في الاكتيف فورم اللي هو التترا هيدروفوليك اسيد، وكمان الايرون لازم يبقى في الفيروس ستيت يعني يحصل له ريدكشن من الفيروك للفيروس، وهو برضو الهيدروجين دونر اللي هياخد الهيدروجين عشان يحصل له ريدكشن. فده مهم للايرون ابزوربشن ومهم للفوليك اسيد، و كل دوت لما هيحصل هيعمل انيميا لان الار بي سيز محتاجه ايرون ومحتاجه الفوليك اسيد علشان زي ما قلنا الديفيجن اوف ذا اريثروبويتيك سيلز. يبقى كلينيكال بيكتشر بتاعه السكيرفي هي ويك ميوكوس ميمبرينز، فراجايل بلاد فيزلز، وانيميا والحاجات المترتبه عليه. بنقول بقى ان الديفيشنسي اوف فيتامين سي is unusual in adults because it is obtained from diet. يعني غالبا احنا بناكل حاجات فيها فيتامين سي. امال ايه امتى ممكن يحصل الديفيشنسي؟ ممكن يحصل في الاولد ايج لان مفيش sufficient fruits and vegetables، وفي الانفانس لان مفيش برضه sufficient fruits and vegetables، وكمان في increased demand as the growth need collagen، يعني بيبقى في تكوين للكولاجين وكونكتيف تيشو كتير اثناء الجروث بتاع الاطفال. الحاله الثالثه ممكن في اثناء البريجننسي نتيجه الانكريز ديماند برضه. فيتامين سي بيبقى اكسكريتد في اليورين، وبيبقى بيعمل اليورين اسيدك لان هو اصلا اسمه اسكوربيك اسيد يعني هو اسيد، وبالتالي بيعمل اليورين اسيدك.
Some drugs need acidic urine to be excreted, thus we can give vitamin C. يعني في أدوية محتاجة acidic urine عشان يحصل لها excretion. ففي الحالة دي بندي للناس دي مع الدواء بندي له فيتامين C. It is absorbed in acidic media. يحصل له absorption في acidic media. Thus it is absorbed in the stomach only. If defect in HCL secretion, ده بيحصل ان الابسوربشن بتاع فيتامين سي بيحصل له ديفيشنسي وبالتالي هيدخل في الديفيشنسي اوف فيتامين سي. ده كده ملخص للفيتامينز اللي اتكلمنا عليها، دي البي كومبلكس فيتامينز والفوليك اسيد والفيتامين سي، كل واحده النيم بتاعها الاكتيف فورم بتاعها والفانكشن، ممكن نبقى نشوفها ولو في اي مشكله يا ريت تتكتب في الكومنتس بتاعتكم. ثانك يو اند جود لك.